الله الرحمن الرحيم. مهندس فهد المويز الرئيس قسم إزالة المخالفات بلدية محافظة فرونية. طبعا هذا استمرار الحملات اللي تقوم فيها بلدية كويت بالتعاون مع الجهات الأخرى. قمنا بالكشف على عدة سراديب تقوم بتخزين مثل ما انتم شايفين أثاث أو مطابخ أو أي أنشطة تجارية، وأيضا هناك استغلال الأنشطة التجارية منهم منجرة قمنا بمخالفتها من قبل بلدية الكويت والإخوان بالإدارة العامة للرفاع اتخذوا إجراءات قانونية تجاهها، وسوف نقوم بغلق المخزن أو السرداب وإنذار ومخالفة صاحب العقار لاستغلاله العقار في غير غرض مرخص له، لأن مثل ما أنتم شايفين هذا السرداب أصلا مخصص حسب مخطط مواقف للسيارات وهو مستغل للتخزين. وشكرا. المقدم يعقوب كرم رئيس قسم مختارات محافظة الفرعونية بالدار العامة للإطفاء. مثل ما أنتم شايفين احنا اليوم في حملة مع أخواننا في البلدية والجهات الحكومية بالكشف على سراديب العماير الاستثمارية. فبالكشوفات هذه شفنا أن استغلال الخاطئ للسراديب مثل سكن العمال، المخازن اللي شايفينها بالخلف ورانا، شفنا تقطيعات مستحدثة في السرداب.